البراكين، تلك القوى الطبيعية المذهلة، لها قدرة هائلة على التدمير والإبداع. على مدى العصور بنينا مدنا في أحضانها، حيث جذبتنا تربتها الخصبة. من أعماق المحيط إلى المراعي والغابات الاستوائية، البراكين تساعد على بناء نظام بيئي نابض بالحياة. تعال معنا في رحلة مع كارستن بيتر وفريقه إلى حيث لا يجرؤ الكثيرون على الذهاب. المكان بغمته يدمدم والأرض كلها تهتز، إنه لأمر رائع لا يصدق. اكتشف التفسير العلمي المثير لكيفية تأثير البراكين في الأرض. لكل صخرة قصة، فتخيل ما الذي ستخبرنا به هذه الصخرة. يعرض الآن.